إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوة الإيمان، بعد قليل إن شاء الله وفي 8:05 ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل صلاتي العشاء والتراويح من رحاب الجامع الأزهر الشريف بصحبة الزميل الدكتور أحمد القاضي. أما الآن فنبقى وإياكم مع هذه الابتهالات الدينية. بشراك يا نفس، بشراك يا نفس، إن الصوم زكاة. وربنا كرما وربنا كرما قدم الشيخ طه الفشني هذه التوشيحة الدينية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
إخوة الإيمان، الآن ينتقل الميكروفون إلى إذاعة خيرية لإذاعة صلاتي العشاء والتراويح من رحاب الجامع الأزهر الشريف. الميكروفون الآن بصحبة الزميل الدكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إن فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب المباركة في الليالي المباركة في الشهر المبارك. نحييكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف قبلة العلم والعلماء في بلادنا الحبيبة مصر، حفظها الله بحفظه، حيث تواصل إذاعة القرآن الكريم من القاهرة نقلها لصلاتي العشاء والتراويح في هذه الليالي المباركة، ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، والتي فيها ليلة خير من ألف شهر. حثنا المولى سبحانه وتعالى على اغتنامها وبين لنا فضلها وعظيم ثوابها، حيث اقتصها المولى سبحانه وتعالى بنزول القرآن الكريم فيها. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ها نحن في هذه الليالي الكريمة المباركة، ليالي شهر رمضان المبارك الذي كاد عقده أن ينفرط، وقلوبنا تهتف: يا شهر الصيام فدتك نفسي، تمهل بالرحيل والانتقال، فما أدري إذا ما الحل وعدت بقابل في خير حالي. أتلقاني مع الأحياء حيا، أم أنك تلقاني في اللحد بالي؟ فهذه سنة الدنيا دواما، فراق بعد جمع واكتمال. نودع شهر رمضان المبارك بقيام تلك الليالي الكريمة المباركة من العشر الأواخر من شهر رمضان، والتي فيها ليلة أوصانا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بقيامها، فقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهي ليلة عظيمة شرفها الله تعالى وجعلها خيرا من ألف شهر في بركتها وبركة العمل الصالح فيها، فهي أفضل من عبادة ألف شهر، وهي عبارة عن 83 سنة وأربعة أشهر. ولهذا من قامها إيمانا واحتسابا غفرت ذنوبه إن شاء الله تعالى. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وفي هذه الليلة الكريمة المباركة من ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بأن يرفع البلاء والابتلاء عن بلادنا الحبيبة مصر، وأن يحفظها بحفظه، وأن يؤمنها بأمنه، وأن يسترها بستره، وكذا سائر بلاد العالمين، اللهم آمين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ومن هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف قبلة العلم والعلماء، وصدق شوقي حيث يقول: قم في فم الدنيا وحي الأزهرا، وانثر على سمع الزمان الجوهرا، واذكره بعد المسجدين معظما لمساجد الله الثلاثة مكبرا، واخشع مليا واقض حق أئمة طلعوا به زهرا وماجوا أبحرا،
كانوا أجل من الملوك جلالة وأعز سلطانا وأفخم مظهرا. من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف ننقل لحضراتكم صلاتي العشاء والتراويح في هذه الليلة المباركة، إحدى ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان. إخوة الإيمان والإسلام، ليلة القدر ليلة عظيمة شرفها الله تعالى وجعلها خيرا من ألف شهر، والمؤمن وحده يدرك مثل هذه المعاني، فعلاقته بالله سبحانه وتعالى تبعث فيه الرضا والمراقبة والشعور الدائم بعبودية الله سبحانه وتعالى واللجوء إليه. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الفائزين بليلة القدر. إخوة الإيمان، وحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة فقد حان الآن موعد أذان العشاء، ويرفع الأذان فضيلة الشيخ عبد اللطيف السيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن صلوا في
فصلوا في بيوتكم، ألا صلوا في رحالكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الوباء والابتلاء عن بلادنا الحبيبة مصر وعن سائر بلاد العالمين، اللهم آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد أذن الشيخ عبد اللطيف السيد لصلاة العشاء من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف، حيث ننقل لحضراتكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة صلاتي العشاء والتراويح على الهواء مباشرة في هذه الليالي الكريمة المباركة، احتفاء واحتفالا بهذه الليالي الكريمة المباركة من ليالي شهر رمضان المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا وعليكم وعلى بلادنا الحبيبة مصر وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير واليمن والبركات. إخوتنا إخوة الإيمان، والآن يقام لصلاة العشاء والتي يأمنا فيها فضيلة الشيخ محمد علوى النجار. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الصلاة واعتلوا ورحمة يرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند
عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، قضيت صلاة العشاء هنا في رحاب الجامع الأزهر الشريف، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة صلاتي العشاء والتراويح من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف، احتفالا واحتفاء بهذه الليالي الكريمة المباركة، ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، والتي فيها ليلة خير من ألف شهر. بشرنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا الحبيبة مصر بحفظك، وأن تؤمنها بأمنك، وأن ترفع الوباء والابتلاء عن بلادنا الحبيبة وعن سائر بلاد العالمين، اللهم أمين. إخوة الإيمان والإسلام، ألا صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في رحالكم. الآن يقام لصلاة التراويح التي يأمنا فيها فضيلة الشيخ محمد رشاد زغلول. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة
الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هكذا أيها الإخوة المؤمنون قضيت الركعات الأربع الأولى من صلاة التراويح والتي أمنا فيها فضيلة الشيخ محمد رشاد زغلول هنا في رحاب الجامع الأزهر الشريف حيث ننقل لحضراتكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة على الهواء مباشرة صلاتي العشاء والتراويح من هذه الرحاب الطاهرة رحاب الجامع الأزهر الشريف منارة العلم والعلماء بمصرنا الحبيبة في هذه الليالي الكريمة المباركة ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فيها ليلة القدر وأن يجعلنا من عتقائه من النار في هذه الليالي الكريمة المباركة ويرفع الله سبحانه وتعالى الوباء والابتلاء عن بلادنا الحبيبة مصر وعن سائر بلاد العالمين اللهم آمين إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام والآن يتقدم فضيلة الشيخ محمد عليوة النجار ليؤدي الركعات الأربع الأخيرة من صلاة التراويح
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. هكذا أيها الإخوة المؤمنون أدى فضيلة الشيخ محمد عليوة النجار الركعات الأربع الأخيرة من صلاة التراويح، والآن يتقدم فضيلة الشيخ عبد اللطيف السيد لأداء الشفع والوتر هنا في رحاب الجامع الأزهر الشريف. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين يا رب العالمين. اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ مصرنا، واحفظ يا رب إمامنا، احفظه من كيد الكائدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين برحمتك يا رحيم يا كريم. اللهم احفظ علماءنا، واحفظ أزهرنا ومشايخنا ومن علمونا ومن له حق علينا يا كريم. اللهم احفظ رئيسنا، اللهم وفقه لما تحب وترضى، احفظه من كيد الكائدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين يا رب العالمين. احفظ يا رب جيشنا وجنودنا وشرطتنا ورجال أمننا برحمتك يا رحيم. اللهم اختم لنا شهر رمضان بالغفران والعتق من النيران. اللهم اختم لنا شهر رمضان بالغفران والعتق من النيران. ارفع عنا الغلاء والوباء. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء. واستجب يا ربنا لنا الدعاء، وارزق المصابين الشفاء، ووفق أطباءنا يا ربنا للدواء برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شرور خلقك سلمنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آتي نفوسنا تقواها، اللهم زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا لحضراتكم صلاتي العشاء والتراويح من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، لكم تحيات مهندس الصوت من الإذاعة الخارجية الزميل جمال عبد الكريم الماحي، ولكم تحيات الزملاء من كنترول الإذاعة مهندس إبراهيم عواد، مهندس خالد رمضان، مهندس خالد عبد الباسط، مهندس عبد العزيز الجهني، حتى يجمعنا الله بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. لكم تحيات زميلي مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني، وتقبلوا تحياتي دكتور أحمد القاضي من أسرة المذيعين، وكل عام وأنتم بخير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.